عباسي. تدري شو اريد هسه؟ يعني هيجي امنية والله. ايه بس اريد اخليه بحضني وهيجي وانام. هو ينام بحضني وهيجي اشتم بيه بس بس هاي. لان ما شايفه. شفته 4 ايام بس بعد ما شفته. لحد هسه صار عمره شهرين وما اعرف ايش قد. شهرين وايام. حلو شعور الاب؟ كلش حلو بس ما اريد احس بيه اكثر. شقد عمره واخده؟ ما شفته 4 ايام وراح اخذه. ما اريد اغير المود. امانة يعني انا كلش 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 اعتذر اني طلع صورته. لا حسيت انه مستقبلا تقول له بابا شوف انا حكيت عنك بهذا البرنامج. ما يعني دموعك ما يعني ما عندي ما اريد اني نزلن. لا بالعكس الابتسامه دائما على وجهك امانة. اي شو تقول له اخير شيء؟ اي والله بس ارد اشمه. الله ارد اخليه بحضنه واشمه وانام. الله خلي بعد ما اقعد. تمام بوسه العباسي وان شاء الله مستقبلا يشوف هذا الفيديو ويفتخر باب حقيقه عنده امانه. الله يخليه ان شاء الله ويحفظه. جدا وطيب وحنون. الله يحفظه لك يا رب وان شاء الله اشوف جهاله. ان شاء الله ان شاء الله. خل غادر هاي الصوره.